السلام عليكم متابعيني الاعزاء، واهلا بكم بهذا الفيديو. راح اتكلم بهذا الفيديو وياكم عن ارخص جهاز ممكن تشتريه بالفتره الحاليه، واللي هو الزد تي اي اي 51S. هذا الجهاز بالوقت الحالي سعره هو 125000 دينار عراقي. كجهاز موبايل جديد فهو ارخص جهاز متواجد حاليا بالسوق العراقي، فخليكم وياي بعد دقيقتين ان شاء الله راح اعطيكم اهم الاشياء الموجوده بهذا الجهاز والمن هو موجه، فخليكم وياي. اهلا بكم مره ثانيه. في البدايه شنو هي مواصفات هذا الجهاز؟ بالنسبه للشاشه، فعندك شاشه بحجم 6.52 انش من نوع TFT IPS LCD، ودقة الشاشة هي HD+. يعني ما اتصور ان انت متوقع اكثر من هذا الشيء بهاي الفئة السعرية. بالنسبة للمعالج والاداء، بعدك هنا معالج من شركة يونيسوك، معالج قديم جدا ولكن يعني بالنسبة لهذا الجهاز يمشي حاله. وايضا واحدة من اهم نقاط القوة الموجودة بهذا الجهاز بالنسبة لهذا السعر هو الذاكرة. ذاكرة هذا الجهاز 64 جيجا بايت، والرام او الذاكرة العشوائية تجي 3 جيجا بايت. وبالنسبة للكاميرات، فالكاميرا الخلفية تجي بدقة 13 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 2 ميجا بكسل. نعم هي أرقام جيل الطيبين ولكنها فعلا موجودة بهذا الجهاز. طبعا جهاز بيه بصمة ما موجودة بالظهر، وبصراحة يعني أدائها جيد، ما أقدر أقول عنها أي شيء. بالنهاية سعر الجهاز معروف وإمكانياته معروفة. وأيضا الجهاز بمنفذ سماعات 3.5 ملم، وطبعا أكيد السماعات موجودة بالعلبة مع الجهاز، يعني هي واحدة من نقاط القوة الموجودة بيه. أنت تحصل سماعة وشاحنة كامل كله بالباكج مال الجهاز. وبالنسبة للبطارية، فبهذا الجهاز البطارية تجي بحجم 3200 ملي أمبير. أعرف رقم غريب بالنسبة للوقت الحالي، ولكن نعم هذا الرقم موجود مع الزد تي اي 51S. وواحد من المشارات المهمة أنه هذا الجهاز يجي منفذ شاحن من نوع USB-C. بصراحة بالنسبة لي شوفه شغلة جدا حلوة، جهاز بهذا السعر وبهاي الإمكانيات يجي منفذ شاحن من نوع USB-C. بالغالب نشوف هالأزد الرخيصة تجي منفذ شاحن من نوع مايكرو USB، ولكن هنا عندك اليو اس بي سي موجود. المهم بالنهاية هذا كانت أهم الأشياء الأساسية الموجودة بهذا الجهاز. يعني المن الجهاز هذا موجه، بصراحة الجهاز ما ينفع للألعاب نهائيا. يعني ممكن تصفح بسيط يؤدي وياك الغرض هذا، ممكن شغلات بسيطة مثل مكالمات ما مكالمات ممكن يؤدي وياك بهذا الشيء الجهاز. يعني ممكن تاخذ لوالدك إذا كان والدك كبير بالعمر، يعني يؤدي به شغلات أساسية، أو ممكن تاخذ لابنك إذا كان طفل صغير أيضا، يعني يوتيوب ما يوتيوب، هاي السوالف راح يمشي وياك بشكل طبيعي. أما الغير شيء فنهائيا الجهاز ما ينفع، وأنصح إذا كان عندك شوية فلوس أكثر لل 110-115 دولار اخذ الهواتف الموجودة بذيك الفئة السعرية، اكيد راح تكون افضل بمراحل من هذا الجهاز. بالنهاية الجهاز مثل ما قلت سعره 125000 دينار عراقي، يعني اكيد راح تكون امكانياته جدا محدودة. بالنهاية اكيد انا محمد، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.